خلى راس غب حجره وتدنق وانحنى عليها. اي نعم فديتك. خلى راس غب حجره وتدنق وانحنى عليها وفاضت بالدمع عنا وصاح المرتضى بيها يا معصورة غبصير الباب هل ونا تخليها وتنوحين يا زغرة فجاتيني ويلي. اعذرني عاد يا منحولة يا معلولة يا مضروب علمتونك يا مغضومة يا مظلومة يا ملطومة على عيونك. يصرخ السيد على جدته يا مرفوسة على ضلوعك أشوفش من خطف لونك وما تحكي يا زهرة وياك ما كنش تعرفيني. أنا علي أنا علي. فتحت عيناها لا تقوى على النطق مع الكلام مع ولي. الزهرة بنفسها جود فوق الفرش وتنادي يا حامل حمى بامو يمي قرب أولادي وخل زينب عند راسي وحط ايدك على فادي وخل غادة عن شماله وخل غادة عن يميني ويلي. بيت لله ما بجع بيت لله ما بجع. أراد أن يغادر الدار أخشي عليها حط زينب عند راسه وشال الحسن خلى على يمينها. والله هاي رواية رواية تقطع القلب. خلى الحسن على يمينها قام الحسن راح إلى قدم أمه خلى خد على نعش قدمها يمه ما قدر علي. أراد أن يغادر الدار فتحت عيناها حسن ولدي أين أباك؟ قال أبوي طلع. صاحت عليه علي وقعد يا علي وياي لو ساعة قبل موتي
ولا من غمضت عيني يا حيدر جيب تابوتي ويلي هالليلة يا حامل جار بسافر عن بيوتي وضرب الشين يا ابو حسين فرق بينك وبيني برع الشاعر الأديب الحاج ملا عبد الرسول السهلاوي في هالقصيدة لكن هالبيت يوم خلاه في نهاية قصيدة ما أدري شلون يا حامل حما بوصيك دير العيل ليتامي أغسلني بظلام الليل لا من خلصة أيامي ولا تمساح على ضلوعي تراخى مكسر عظامي ولا من نامة العدوان تالي الليل شيعوني عرج على الحسين واسلك الحسين عاد وظل عيني مكزورين من فاطمة آذاها ما حال ظناها وحشاشة يوفها أبو علي ما حال ذاك بأبي يقول لولد علي بويا جاء بولا قطعة باريا جمع وصالة ولفى عسى عين العمى ودناق وشال وحط وسط قبره وتخاصر وين حلاله أين تقبل الموتى انتون اللي غسلتون الحجي وخليتن عياله يطبون عنده من بعد تغسيله تعال يا محمد وانت واخوانك اين قبلتم ابا وشمغ بنحره والضماير تستعرنا لا غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء عارين تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي ميزر وردا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أرحامنا ولمن وجب حقه علينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات
إنك مجيب الدعوات وولي الباقيات الصالحات. من اجتمعنا لسببه السعيد المتوفى جاء في الأرض عن جنبي، أصعد بروحك إليك، لقي من عندك مغفرة ورحمة ورضوانة، اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على أهله وعقبه ومن فقده وعلينا في الغابرين، وعندك نحتسبه يا رب العالمين. ادعوا له يا إخوة. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته وسكن روعته وأنزل إليه رحمة من عندك واسعة ما على مخافة. كل واحد ويا الحسين ما عليه مخافة. اي والله ويا الحسين ما عليك مخافة. التستري يقول في الخصائص: وإن الجنة خلقت من نور الحسين. والذي يتولى حسابك في البرزخ الحسين. وهذا ما تقرره الروايات.